هو خاص بالزمول المحليات الأصايل في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة. نسير معكم هنا مع الصدارة مع المقدمة والمركز الأول الأسد المنطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك التحديات والإثارة من قبل شاهين خلفان بن مطر بن خلفان بن محمد المزروعي، وهنا التسلل هناك أرى الفارس الموسى بن عبد الرحمن بن جودة المنطلق هنا ويتسلل على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك شاهين خلفان بن مطر بن خلفان بن محمد المزروعي من يأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع ينطلق هنا سراب أحمد بن علي بن ياسر بن محمد اليحافي، والوصول من مياس راشد بن عبد الله بن ضبيعة لقتبي هنا يأتينا بمياس بهذه الانطلاقة الجميلة. المركز السادس الهاجس هنا لسعيد بن حليس العويسي من ينطلق بالهاجس، ووصل هنا مشهور عبد الله بن خالد بن حميد المهيري من ينطلق بهذه الانطلاقة والتحدي المميز الجميل هنا بهذا الأداء المميز على المركز السادس. المركز السابع مرحب مانع بن صقر بن فلاج لقتبي، وهناك ايضا سعيد بن حليس العويسي من ينطلق مع الهاجس هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات. عاشر مراكزنا شعارك هي بالخصم، هناك مع هذه الانطلاقة شاهين سلطان بن علي بالخصم لقتبي منطلقا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في تحديات وإثارة متميزة جميلة. مرحبا بالجميع، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هو الأسد المنطلق على الصدارة، المنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي الفارس. المركز الثاني موسى بن عبد الرحمن بن جودة من ينطلق هنا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث والانطلاقات من شاهين خلفان بن مطر بن خلفان بن محمد المزروعي من يأتينا على المركز الثالث. والمركز الرابع مياس من ينطلق على المركز الرابع، راشد بن عبد الله بن ضبيعة لقتبي هنا من يأتينا رابعا. وفي المركز الخامس وصل مشهور هنا المنطلق عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري هنا منطلقا بتحديات الجميلة. هنا أرى أسماء تتسلل في هذه الانطلاقة هو التحدي الجميل. هناك المنطلق في هذه اللحظات هناك يأتينا مياس حمدان بن عوض بالكيلة العامري، وهنا مشغل محمد بن عبيد بن هلوس العامري من ينطلق بالتحديات المتميزة. وصول هنا أيضا بهذا الأداء المميز الجميل. المركز الثامن سراب أحمد بن علي بن ياسر الجحافي، والمركز التاسع شاهين سلطان بن علي بالخصم لقتبي، وعلى المركز العاشر شعار بالضبيعة هناك مع مرغم خليفة بن سالم بالضبيعة من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بالتعديات بالإثارة المتميزة. نعود إلى الفارس
الفارس بن غير على صدارة على المقدمة والمركز الأول، موسى بن عبد الرحمن بن جودة من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الأسد في المركز الثاني، الأسد من يأتينا على المركز الثاني هنا بشعار صعب المضمرين، هنا أسد الفوز والإنجازات، الأسد الأسد لمحمد بن سلطان بن مرهان لقتبي من ينطلق على المركز الثاني وعينه على صدارة كما عودنا هذا الشعار بالإنجازات المتميزة الجميلة. نتابع المركز الثالث هنا القادم مشغل محمد بن عبيد بن حلوس بن ذبان العامري من يأتينا على المركز الثالث، المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع مياس حمدان بن عوض بالكيلة العامري، والمركز الخامس المركز الخامس والقادم هنا هملول سالم بن محمد بن سالم بن حطم العامري مع الكيلومتر الأخير، مع الكيلومتر الأخير. الله الله هنا بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزة مشهورة. هنا القادم عبد الله بن خالد بن حميد بن حارف المهيري، وهناك شاهين منصور بن علي بن قصم لقتبي، والمركز التاسع عندك بالضبيعة. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى الفارس، الفارس المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل، موسى بن عبد الرحمن بن جودة هو المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل القادم. هناك من ميدان الشهيد، هناك من دولة الكويت، هنا بهذه الانطلاقة المتميزة الجميلة تشاهدون على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز للفارس الموسى بن عبد الرحمن بن جودة، تهانينا والناموس على فوز الفارس بالمركز الأول. المركز الثاني عندك بالكيلة، من وصل على المركز الثاني هناك هملول أو مياس عبدان بن عوض بالكيلة، المركز الثالث الأسد، من وصل على المركز الثالث هنا بالانطلاقات محمد بن سلطان بن مرخان، المركز الرابع أتانا هملول لحمدان بن محمد بن معتوق العامري، والمركز الخامس هنا عردان من أتانا خامسا لمحمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. نعود مشاهدينا الكرام إلى الفارس، إلى الفارس هنا عبد الرحمن بن موسى بن جودة بثمان دقائق 17 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل. بينما المركز الثاني أتانا مياس لحمدان بن عوض بالكيلة العامري بثمان دقائق 19 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني، الأسد من حل على المركز الثالث لمحمد بن سلطان بن مرخان لقتبي قاطعا المسافة ثمان دقائق 19 ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني.